أهلاً أعزائي المشاهدين من البحر المالح من البحر الميت. عاوز في الختام أقول شيء مهم لكل واحد بشاهدنا. المسيح في كل موضوع العزة على الجبل عم بيجعل الشريعة داخلية، بيوري النية من جوا والقلب الطاهر والصادق وإيه هي الدوافع الحقيقية، الدوافع الصحيحة في حياة المؤمن. بعد التطويبات قال أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم، وهذا مهم جداً حتى نكون مؤثرين في هذا العالم. شهادتنا حلوة للعالم لأنه إذا إحنا نور بنعكس نور المسيح، وإذا إحنا ملح لهذا الأرض بنعطي الطعم والمذاق الصحيح للحياة المسيحية، لمبادئ أخلاقيات السماويات ملكوت السماوات، ولا سيما في العزة على الجبل. بغض النظر أحباء الحرارة شديد اليوم، وبغض النظر الجسم المحروق، أنا عاوز أقول شيء مهم جداً حتى لو احترقت أكثر وأكثر. أنا موجود في هذا المكان عشان أقول لك إنه يسوع بحبك، وإن يسوع فعلاً عاوز يتلامس مع حياتك وعاوز يكون في علاقة معك. المسيح عاوزك للحياة الأبدية، وإذا أنت كنت مؤمن ما تعيش حياة اللامبالاة، حياة السطحية، وإلا تداس وبتختلط في هذا العالم وبتروح وبتدوب. لكن كون نور لهذا العالم وكون ملح لهذا الأرض، وخلي تأثيرك وشهادتك واضحة لامعة أمام الجميع. من بحر الميت من البحر المالح بصلي أن الرب يباركه. إلى اللقاء.